أية نسبة من الحرية موجودة؟ هذه النسبة الموجودة بأي ثمن؟ بمئات الألوف من السجناء. أمير المؤمنين قبل 14 قرن والعالم مظلم، منح الخير للأمة لا بثمنه، مئات الألوف من السجناء. منح الناس حرية لا توجد هذه الحرية حتى هذا اليوم في أي نقطة من نقاط العالم. أمير المؤمنين عليه السلام كان عنده سجن، سجن علي بن أبي طالب، السقف ما كان له، حراس ما كانوا عليه، وحائط السجن هم قصير، حتى بالليل السجناء يشردون يرحون. أليس هذا اليوم العالم محتاج إلى سيرة علي؟ ألا يحتاج العالم هذا اليوم أن يعرف علي بن أبي طالب؟ من يعرف العالم بعلي عليه الصلاة والسلام؟ أنت.